وفي إطار مساعيها لتوفير كافة الخدمات والإمكانات، تعمل نحو 7 نساء في مركز أمني تابع لوزارة الداخلية في مكة لتلقي البلاغات للطوارئ من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الحجاج الزائرين. وافتتح أول قسم نسائي لتلقي اتصالات الطوارئ في مركز العمليات الأمنية الموحد 911 منذ أسابيع، وتعمل به شابات حاصلات على مؤهلات عليا ويجدن التحدث باللغة الإنجليزية. ويتعامل القسم مع موسم الحج الذي يتوقع أن يجتذب قرابة 2 مليون مسلم من أرجاء العالم. وتتعامل الموظفات داخل القسم مع أجهزة كمبيوتر مزودة ببرامج حديثة لتلقي الاتصالات وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. وتقول النساء إنهن لا يجدن صعوبة في التعامل مع الحجاج والناطقين بالعربية والإنجليزية، بخلاف ذلك يحولن المكالمات إلى قسم للترجمة يتعامل مع 6 لغات مختلفة.